أنا المدرس الموسيقي، كيف يصنع مني مفتاح صام؟ كيف؟ أسمع صوت يبكي، من يبكي هنا؟ أنا الذي أبكي، أنا المدرس الموسيقي، 5 خطوط و4 مسافات، يأتي مفتاح صول ويسخر مني أمام العلامات الزمنية، هل يرضيك ذلك يا سمير؟ لا طبعا، لا يرضيني هذا، وأين مفتاح صول؟ كيف يسخر منك؟ أنا هنا، ولم أسخر من أحد، قلت له فقط أنك ليس لك قيمة بدوني، أنا مفتاح صول وأنت المدرج الموسيقي ليس لك قيمة بدوني. أنا ليس لي قيمة، أنا المدرج الموسيقي، 5 خطوط و4 مسافات، ليس لي قيمة، أنت مفتاح صول ليس لك قيمة بدوني، ويوجد مفاتيح كثيرة غيرك. أتسمع ماذا يقول المدرج الموسيقي يا سمير؟ هل يرضيك هذا؟ أنت لك قيمة وهو أيضا له قيمة. أنا ليس لي قيمة، إذن لماذا تدون عندي دائما على الخط الثاني؟ أنا أحب أن أتواجد دائما في أول المدرج الموسيقي من جهة اليسار على الخط الثاني، ليس لك شأن بي. لن أسمح لك أن تدون على الخط الثاني عندي بعد ذلك اليوم، لماذا تسخر مني؟ قلت أكثر من مرة لم أسخر من أحد. لا تتشاجران، المدرج الموسيقي مهم وأيضا مفتاح صول مهم، نعلم جيدا أن المدرج الموسيقي 5 خطوط أفقية تحصل بينها 4 مسافات يتم ترتيبها من أسفل إلى أعلى، ونعلم أيضا أن أسماء الخطوط والمسافات تختلف باختلاف المفتاح الموسيقي المستخدم، والمفتاح الموسيقي يوضع دائما على يسار المدرج. هيا كل واحد منكم يصافح الآخر. ولكن إنه يسخر مني. حسنا يا سمير، ولكني لم أسخر من أحد. قلت لكم كل واحد يصافح الآخر.